وعشان كده اخترع القضية الزائفة من تعارض العقل والنقل ودي قضية زائفة ملهاش أي وجود في حياتنا وعشان كده لابد ان احنا نعرف ان في قضايا زائفة بتحصل كل مدة من الزمن وعشان كده المصريين كانوا عايزين يكرسوا في حياتنا حاجة مهمة قوي ايه حاجة المهمة لو سمحتم عظموا نعمة ربنا وعشان كده عظموا نعمة العقل عظموا نعمة العقل بس اياكم وإنتوا بتعظموا نعمه العقل تعظموا الهوى ويجي حد وهو بيتكلم يقول لك ايه؟ يقول لك والله اصل الاحكام دي انا مش وصلاني بعقلي، عقلي والله رافضها فانا مش انا مش قادر افهم هي المراه تعتد كل المده دي ليه؟ ليه تعتد؟ يعني ده الرجل اللي هي الرجل اللي مات ده اللي كانت بتكرهه. انت تيجي تقول لي ليه بتظهر التفجع عليه؟ وبعدين ربنا يعرفوه بالعقل. اه لا انت مستخدم ربنا عرفوه بالعقل هنا غلط ربنا عرفوه بالعقل عشان تتيقن من شرع الله بعض الاحكام اللي موجودة عندنا وهي احكام تعبدية ربنا جعلها عشان ايه عشان نتفكر فيها مش هنتفكر عشان نبنيها لا هي ربنا بناها مش معقولة واحد يقول لي اصل ربنا عرفوه بالعقل وانا شايف احنا لو زودنا ركعات الصلاة الى ستة هي والله هيبقى شيء مناسب لا ده مش ده ملوش دعوه بالعقل دليل ده ليه ده بالهوى باللعب او واحد يجي يقول لي والله انا اصلي صلاتين مش أصلي خمس صلوات ليه صلاه في الصبح وصلاه بالليل الا لا ده مش عقل ده يبقى انت لازم تعرف ان العقل ده نعمه ربنا رزقك بيها عشان تصل اليه تصل الى انواره فلذلك الصلاه صله بين العبد وربي تتفكر في الصلاه مش تتفكر لو ان الصلاه ما شرعتش لا الصلاه شرعت فتفكر في ما شرعه الله لك لتوصل الى ايه؟ لتصل الى حلاوه المعامله مع الله. احنا عندنا ربنا ابتلانا بفئتين. فئه الاولانيه بتقول لك ايه؟ ده والله ممكن العقل لو سبناه ممكن يوصلنا لحاجات تنقض الشريعه. ده مش العقل يا ساده. ده الهوى. فاللي انت بتقوله ده ده كلام زائف. ما ينفعش ان الله سبحانه وتعالى يمدح اصحاب العقول وبعد كده يجي يقول ان في تعارض ما بين العقل. والنقل ولذلك العقل الصحيح لا يتعارض مع النص العقل الصريح لا يتعارض مع النص الص... العقل الصحيح لا يتعارض مع النص الصريح ابدا ما فيش تعارض ما بين الاثنين انما هو قال كده ليه عشان يطعن في العلم اللي ورثناه عن العلماء عشان يخلي فيه ازمه ويبقى فيه تعارض زي ما في فتنه جديده بقى فتنه جديده ايه ان العلم الحديث يتعارض مع الدين. برضه دي فتنه نشأت من لا شيء. ويأتي بعض الناس في فئه كده من الناس تقول لك ايه؟ اصل الناس دول مهتمين بالعلم الحديث وهينقضوا اصول الشرع، الكلام ده مش صحيح. العلم الحديث حقائقه لا تتعارض ابدا مع الدين. فدي كمان قضيه زائفه لازم نتخلص منها في نتخلص منها في هذه الاونه. يبقى يا ساده هذا الدين دين العقل فيه أداة مركزية للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني كل ما ينتجه العقل ويصل إلى حد الحقيقة لا يمكن يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى. كان مرة حد قصة ظريفة كده. في حد قال لي والله أنتوا يا أهل الشريعة أنتوا مهتمين جدا بإمام الإمام الغزالي والإمام الغزالي ده نقلي وإحنا بنهتم بالإمام ابن رشد والإمام ابن رشد ده عقلي. فقلت له الكلام ده انت متاكد منه؟ قال لي اه. قلت له بس مين قال لك ان الكلام ده؟ دي اتجاهات عقلانيه فكريه مش زي ما انت بتقول. قال لي فين الدليل على ده؟ قلت له حضرتك قريت للامام الغزالي؟ قال لي اه قريت له، قلت له قريت كتاب المستصفى للامام الغزالي؟ قال لي اه. قلت له طب ما لاحظتش حاجه في اول الكتاب؟ قال لي ايه اللي حصل؟ قلت له ما لاحظتش ان الامام الغزالي اول من ادخل المقدمه المنطقيه في علم اصول الفقه؟ وكانه ادخل المقدمه المنطقيه دي عشان يقول لك ان اصول الفقه دي اصول فقه الكتابين الكتاب المنظور اللي هو الوجود واللي احنا هنفهمه بالمنطق وكتاب الله المستور اللي هنفهمه باصول الفقه فيا ساده مفيش تعارض مفيش عالم عاقل يقول ان في تعارض ما بين العقل والنقل يبقى تعالوا نتقدم وما نسمعش لاي خطاب بيقول لك والله اصل الدين هيتعارض مع العلم الحديث لو العلم الحديث ده وصل الى الحقائق اكيد الدين مش هيتعارض عنه ليه بقى لان الكتابين من عند الله العلم الحديث ده من كتاب الله المنظور ودوت من عند الله والوحي من كتاب الله المستور وده من عند الله فلا يمكن يتعارضه. طب نعمل ايه بقى نعمل ايه عشان نتخلص من هذه القضايا الزائفه اللي كل شويه تطلع لنا اول حاجه لو سمحتم حاولوا تتعلموا شويتين ثلاثه اجزاء من علم المنطق تتعلموا اجزاء من علم المنطق ازاي ازاي الناس بتبني الافكار بلاش اقول لكم علم المنطق عشان ما تتخضوش اتعلموا شويه في اداره المعرفه ازاي يبقى في انتقال صحيح من الفكره الى الفكره علموا اولادكم المنطق علموا اولادكم اداره المعرفه وأنتوا كمان اتعلموا اداره المعرفه اداره المعرفه دي هي اللي هتخلينا نقدر نواجه اللي جاي اللي جاي عالم عالم الروبوت اللي جاي عالم عالم الافتراض ده مش هتقدر تعيش فيه غير وانت صاحب عقل وانت صاحب حكمه وانت صاحب منطق هتضيع العصر اللي جاي اكثر تحديات من العصر الماضي فاحنا لازم نكون عندنا عقولنا جاهزه ومتنوره بانوار الوحي واحنا راسخين في العلم والمعرفه فعلموا اولادكم ازاي يديروا المعرفه عشان يقدروا يتعاملوا مع المستقبل الجاي. الامر الثاني اللي يخلينا نخرج من القضايا الزائفه دي مع تعلم المنطق وتعلم اداره المعرفه حاجه تانية مهمه خالص ان احنا دايما لازم واحنا بنسمع العلم نسمعه من اهله. لان اهل العلم مش هم اللي عملوا القضايا الزائفه دي فلو سمحتم اعتمدوا قوله عيشوا في جمال قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. كل التناقضات اللي حصلت بين النا... عند الناس فيما يتعلق بالدين لانهم سمعوا غير العلماء العالم يعرف بايه يعرف ما... أنه هو اتعلم بمنهج معتمد صحيح عنده مهاره ما... فتاويه ما عملتش مشاكل كمان عنده منظومه من القيم الثلاثه دول هتلاقيهم في الناس اللي تخرجوا من المعاهد العلميه الصحيحه الحاجه الاخيره تعود دايما ان العقل محتاج لنور ودايما اطلب من الله سبحانه وتعالى زي ما حضرت النبي علمنا علمنا نقول ايه اللهم ارنا الحق حقا ارنا بايه يظهر لنا كده لا ارنا الحق حقا يعني خلينا نشوف ببصائرنا وبعقولنا الحق حقا وارزقنا اتباع وتعالوا في نهايه المطاف ندعي بالدعاء ده في الصبح وفي المساء ونقول اللهم انك رزقت لنا العقول لكي ننظر اليك ولكي نتيقن من حبك لنا يا رب العالمين اللهم ارزق عقولنا نورا ترى, فيها جما... ترى بها جمالك في كل شيء يا حكيم علمنا الحكمه وارزقنا نور بصائرنا